وكانت هذه الفكره ديالي اللي بغيت نشاركها معكم هذا النهار. ها هما تيجيو تبارك الله مزيونين، تيجيو مقرملين ومقرمشين، حتى الا بردوا يمكن لكم تسخنوهم في البانيني ولا هذا ولا في الفران، وليني واحد الشهيوه زوينه وجدتها معكم بكل عفويه، يعني بواحد كيفيه بسيطه جبتها لوليداتي درتها للغدا. وها نتوما كما تتشوفوها الحشوه ها هي تبارك الله، تجي غزاله 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 ولذيذه. حاولوا تجربوها بالطريقه ديالي، وشكرا اللي تبعني حتى لهذه المرحله، يدير لي لايك واشتراك ويدعمني ويبارطاجي الفكره، راه زوينه اي حاجه مفيده بالنسبه للمبتدئات. شكرا، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء، اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله بحول الله. جبت لكم واحد الفطائر زوينين وسهلين اللي يمكن لكم توجدوهم للكوتي والوليدات اللي تيتوجدوا دغيا دغيا وبمقادير سهله وبسيطه وموجوده في كل دار. هاد الفطائر غادي نعمروهم بالخضره ان شاء الله بحول الله. غادي نحتاجوا بالنسبه للخليط، غادي نحتاجوا جوج زلايف ديال 250 غرام، 250 غرام ها هما بحال جوج كيسان ديال العنبه هكذا كبارين، مع جوج مع قدهم جوج كيسان ديال الماء، والمعدنوس بزايد. ها هو المعدنوس بزايد، انا ما عنديش معدنوس طري، كنت دايره كونجولي في كونجيلاتور، ومع شويه الملحه وشويش ديال الزيت. غادي نصوبوا الخليط ديالنا نخليوه يرتاح باش ندوزو للحشوه. هاد الحشوه بغيتي تضيفوا عليها الكفته، بغيتي تضيفوا عليها الكاشير، الحشوه اللي عندكم، بغيتي الطون، بغيتي واللي بغيتي ديروا، المهم سهله وبسيطه في نفس الوقت اللي غادي نطيبوا الفطيره ديالنا، في نفس الوقت اللي غادي نديروا فيها الحشوه وغادي نطويوها وغادي نقليوها. هادو هما المقادير، تبعوا معايا طريقه التحضير. في البدايه غادي نضيفوا جوج ديال الكيسان ديال الماء، هاز لفه الثانيه ديال الماء، غادي نديرو شويه ديال الملحه باش ما تجيش مالحه، غادي نضيفو الزلافه الاولى ديال الفرص، ثم غادي نضيفو الزلافه الثانيه كذلك. غادي نخلطو هذا الخليط ديالنا، من بعد غادي نضيفو عليه ديك المعدنوس، من الاحسن يكون بزايد باش يعطي واحد الديكور في الفطيره ديالنا تيجي زوين بزاف. صافي الخليط هكا يجي، تبقاو تطربو 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 حتى يتقاد الخليط وتيجي على هذا القوام، هذا يجي خف من البغرير، من الاحسن يكون خفيف من البغرير.